هلأ أهم شيء فعل ولي الأمر أو المربي أو أنه يتقبل الطفل، هذه أهمية، هذا شيء مهم جدا، يتقبل الطفل باحتياجاته. تمام؟ تقبلنا لاحتياجات الطفل أو للطفل هو خطوة أولى. ثانيا علينا نحن ككبار أن نمحو أميتنا التكنولوجية حتى لا نعيش بهذه المخاوف. يعني أميتنا التكنولوجية، إحنا أميين تكنولوجيا حتى لو كنا بنستخدم أبليكيشنز، بس نكون في مستوى أطفالنا، هذا يعتمد على شيء مهم جدا وهو المشاركة ومشاركتهم. بمعنى آخر أنت وطفلك، يعني أنت ممكن تستقطبي طفلك وتقولي له أنا ممكن أتعلم منك أو نتعلم سوا، أنت شو عم تعمل على هذا الجهاز؟ هيك أنت كسبتي، محوتي أميتك وبدأتي من حيث هو ينتهي، بنفس الوقت كسبتي ثقته وهو كسب ثقتك.